اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. قبل الفاصل كنا بنتكلم او كان سولشاير المدير الفني لليونايتد كان بيتكلم على رونالدو، كريستيانو رونالدو وعودته لمكان تألقه. كان بيتكلم ان هو في انتظار شديد جدا مع رونالدو، بيلعب 3 مباريات مع المنتخب البرتغالي بعدها والعوده للبريمير ليج واشتراك يعني رونالدو في اول مبارياته بعد العوده مع المان يونايتد. مفيش افضل من صحفي وناقد رياضي كان ليه كمان لقاء مع كريستيانو رونالدو من 5 سنين، عمل لقاء صحفي اكتر من رائع، بيكون موجود النهارده معانا في قناه النادي الاهلي في المحترف الناقد الرياضي والصحفي محسن لملوم. مساء الخير عليك يا محسن. اهلا بيك يا كابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بنجيب سيره رونالدو طبعا وخلينا اتكلم معاك على انتقال رونالدو للبريمير ليج، مش هقول المفاجأة لكن في اللحظات الأخيرة وفي الأنفاس الأخيرة من الترانسفير كان كل الناس بتتكلم من المان سيتي، إن المان سيتي هو الوجهة المقبلة لكريستيانو رونالدو، ولكن فوجئنا بطبعا وجود أو عودة رونالدو لمكان تألقه مع المان يونايتد. مبدئيا كده كان مستحيل بصراحه كريستيانو رونالدو يرجع او لما يرجع الدوري الانجليزي يروح مانشستر سيتي او اي فريق غير مانشستر يونايتد وتحديدا مانشستر سيتي، مستحيل. حضرتك عارف طبعا حساسيه العلاقه ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، هو طبعا ترعرع في مانشستر يونايتد. طب خلينا نتكلم مستحيل وخلينا نتكلم بثقافه المحترفين شويه. يعني انت شايف لو كان على المستوى الفني، على مستوى الطموحات، على مستوى اسم النادي، هل كان بعيدا ان طبعا رونالدو بدا مشواره العظيم كاسطوره في المان يونايتد، ايه كانت المشاكل اللي كان هتواجه كريستيانو في حال انتقاله للمان سيتي؟ رغم انه طبعا احنا في عصر الاحتراف ورونالدو طبعا يعني محترف كبير جدا من اليونايتد للريال لليوفي وحاليا رجع تاني اليونايتد، لكن هو في النهايه عاطفي. يعني رونالدو عاطفي جدا، بيبان كتير جدا في حته ان هو ما مثلا خد جائزه الكره الذهبيه سنه 2014 بكى، رغم انه قبلها ما كانش، كان اعلن انه مش عايز يروح الجائزه، مش عايز يروح الحفل يعني، كان ساعتها ميسي كان بياخدها هو قال انا مش هروح، بعدين ضغطوا عليه فراح، فلما خدها بكى لما خد الجائزه. بتلاحظ حتى يعني عايز اقول في حته السيتي تحديدا لو كان عايز يروح السيتي كان راح من الاخر. هي انا حاسس ان هي ايه يعني عزز نفسه شويه، يعني ما حبش يعرض نفسه على اليونايتد، فقال ان هو او كان متاكد لما هيعرض على البريمير ليج اكيد اليونايتد، بدليل ان هو لما هيروح لما قال هروح السيتي خلاص والسيتي بيتفاوض الموضوع ماشي، ما وقعش على ورقه. كمان لما اتصل بيه سير اليكس فيرجسون الموضوع ما خدش حاجه، يعني كلمه سير اليكس فيرجسون هو الاب الروحي بالنسبه له، كان مدربه في فترة تألقه في اليونايتد، كمان كلمه ريو فيرديناند اللي كان زميله وكان تقريبا كابتن عليه في الفترة دي. طب هو كان هو لو محترف بقى بفكر المحترفين جدا، دايما محسن دايما بنتكلم هنا في مصر يقول لك الاحتراف ما فيهوش عاطفة والاحتراف لازم يكون يعني مجرد من حتة العاطفة، ولكن لازم يكون اللعيب والإدارة والمدير رونالدو عاطفي. رونالدو انت حسيته ده من خلال لقائك معاه من 5 سنين؟ بالظبط، هو يعني بيميل أكتر، يعني حتى تلاحظ ان هو يعني مثلا رونالدو موضوع خارج الكلام بتاعنا ان هو مثلا ما بيعملش وشم، ليه؟ لانه دايما بيتبرع بالدم ماشي، طبعا الوشم بيبقى فيه مشاكل متبرعه دم، فهو دايما ما بيعملش وشم، رغم طبعا اوروبيين كلهم عادي يعني الامور دي عادي بالنسبه لهم، هو عنده الحتت دي، يعني تحس ان نشاته الفقيره اثرت على تصرفاته وسلوكياته. حتى هو لما جت الحته بتاعت السيتي واليونايتد قال خلاص انا ما بفكرش في الفلوس، طبعا مع ضئاله المبلغ اللي هو طبعا بصراحه بيتناسب مع سنه 36 سنه، لكن هو ما بصش خالص لموضوع الفلوس، هو مش ما بصش خالص لموضوع الفلوس، وكان قال التصريح ده من سنتين ثلاثه كده لما اتقال هل ممكن في يوم من الايام تتنقل اليونايتد، قال طبعا اتمنى ده لو حصل ما عنديش مانع وساعتها مش هبص الفلوس، فحته الفلوس مش موجوده عنده. كان بيغازل اليونايتد بمعنى اصح، يمكن اعتقد كان في دور كبير لوكيله مينديز اللي هو ايه طلع على الساحه ان السيتي هو اللي بيفاوض طبعا، يعني ما وقعش ورقه، لو عايز يروح كان راح، رونالدو عايز يروح اي حته يروح، لكن هو لما اليونايتد على طول اول ما التليفون الموضوع منتهي، هو كان منتظر كمان التليفون ده اكيد بالظبط، يعني وكده كده رايح مانشستر، بس هو كان عايز يروح اليونايتد وليس السيتي. فالموضوع بالنسبه لرونالدو بيدين بالوفاء، حتى تلاحظ ان هو مثلا ايه كان في حد مثلا وهو صغير كان بيساعده مثلا في مطعم كان بيديله اكل، اعتقد هو من فتره اعلن ان هو راح ساعد الناس دي او رد لهم الجميل، هو عنده الحته دي دايما.
فهو مؤمن تماما بان هو فضل مانشستر يونايتد عليه كان كبير جدا 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 جدا. سير اليكس فيرجسون الوالد الاب الروحي ليه لما والده توفى كان اول الناس وقفوا جنبه. الحاجات دي عند رونالدو ما بتقارنش بالمال. وجود سولشاير كمان على الاداره الفنيه اعتقد كان زميله في الملعب اعتقد بالزبط. العلاقه يعني خلينا نتكلم ان العلاقه اكيد علاقه حتى العلاقه علاقته ما بين الجماهير وده شيء مهم جدا ده بالزبط. شيء يؤخذ في الاعتبار ايا كان اسم النجم الكبير لكن تبقى الجماهير عامل اساسي لا تقارن بالمال لا تقارن. وطبعا صفقه كبيره جدا ومدويه جدا وبتنضم لقائمه صفقات البريمير ليج السنه دي اللي ما كانش كتير قوي لكن مثلا ابرزها كان رومالي لوكاكو اللي هو اتنقل من انتر ميلان لتشيلسي ومؤخرا طبعا كريستيانو رونالدو من اليوفي لليونايتد. فخلى يعني الدوري الانجليزي احنا كلنا بقى متعطشين اكتر ما احنا اصلا بنشوفه بقى. يعني هو الدوري الانجليزي كان ينقصه بصراحه لاعب واحد فقط السنه دي اللي هو اتنقل اللي هو ميسي لو كان راح كنا قفلنا على الدوري الفرنسي والدوري الايطالي والدوري الاسباني كلكم على نفسكم وانا كلنا اتفرجنا على الدوري الانجليزي اللي هو بحق كاس عالم بمثابه كاس عالم كل سنه. صحيح اعتقد لو كان المان سيتي اجل شويه موضوع انتقال جريليتش من استون فيلا ليه اعتقد كنا شفنا ميسي في البريمير ليج.